السلام عليكم، كيف ديالك؟ كي دايره؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. بديت معكم اليوم فيديو من الطوبيس. هاد الطوبيس عاد ما لقيتها بالكشايف، سقط تقريبا ساعه وحنا كنستناو اللي غيديز اللي غيدوز عامر. ايوا المهم فيها خير حبابي، كنبغيكم كنموت عليكم. شكرا 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 شكرا، نبقى نقول شكرا اليوم تل حتى الغد حتى العام الجاي، وما غاديش نوفي داك الشكر اللي بغيت نشكركم من قلبي. شكرا للبنات ولا المتتبعين ديالي كاملين، شكرا، اسمحوا لي بكيتكم كاملين، هذه هي الحقيقه. ان شاء الله مازال غادي تعرفوا عليا شعر من حاجه، هذه غير البدايه. شويه شويه الصراحه كنت غنلوح لكم واحد الفيديو واحد اخر، ما قديتش نسجنو. كما قلت لكم ملي كتجيني هذه الحاله الله يدير لي فيه الخير وصافي. صافي هادشي اللي كاين حبابي اليوم. المهم قنط شويه، مليت الدار، الدار سيمانه ما خرجتش، قلت غادي نخرج ونقسم معكم حتى نتوما نديكم معايا تشوفوا ان شاء الله الناظور، وكاين شي حويجات بغيت نجيبهم ودرت السبه. صافي قلت غادي نهبط الناظور، لكن خرجت مني ساعه وانا كنستنى الطوبيس اللي غيجي عامر اللي غيجي عامر. كما كتعرفوا دابا راه كيهزو غير بلايص بحال هكا. جا واحد الطوبيس ما شاء الله كبير كما بان لكم، الطوبيس هذا كيمكن ديال الفرخانه وقلبوه سميتو جا لزغنغان. ايوا فيها خير هنايا. المهم هبط غادي نشارك معكم، المهم فين ما مشيت ان شاء الله غادي نديكم معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده كاملين، اي واحد كيتبعني كيتفرج فيديوهات ديالي. انتوما فين راني؟ جيت يلا دزت من هنا، بغيت نصور البنات كيقولوا لي منين كتشري الفولار ولا الشال. غادي نقلب معكم الكاميرا. انتوما ما شاء الله، انتوما البنات هادو اللي فيهم هاد لي زيستخاص هما اللي كيخدموهم، هادو نيت بعدا اللي كنشري بهم انا، هما هادو اللي بغى يشريهم سامبل. انتوما الالوان ديالهم فيهم اللون اللي بغيتو، كانوا هادو اللي كيتجبدوا 20 درهم فيهم، يمكن 20 درهم اللي دايرين هادوك ياك، 20 درهم هادوك. انتوما كاينين هادو وكاينين هادو، الالوان مختلفين، زوين هذا. ماشي كيف كيف ياك، حيد ياسمين هكا، هذاك بوحدو، هذا حرش. انتوما هاد المساك اللي كندير على الفولار هذا تبدل إيه، هادو كي وقفوا زوينين الصراحه بجوج. هذا رطب، حيد ياسمين هذا رطب، راه عندي منهم هذا وعندي في هذا. هذا الورك عاود فيه الالوان ما كاينينش في هادو، هادي داروا في هادو الشرقيه كيفا زوينين هادو صيفيين. فنين هادو، حتى هادو باردين دابا في الصيف، راه عندي منهم بعدا كاينين هادو فين 30 درهم لي داير رقيق خفيف. بالنسبه للبنات اللي كي واخا ما عندهمش مشكل يبينوا الشعر. وهادو كما قلت لكم 20، وهادو على حسب الزواقه ياك، كاين من 180 درهم حتى ل 120 درهم. ما شاء الله زوينين فنين، شفتهم دابا راه خارجين كلشي كيديرهم، واخا الخروج هكا للمدينه ولا يمشي يضيف يبغي يديرها في دارو، زوينين. المهم فيهم الزواقات، هما هادو نتوما تختاروا ديروا الزواقه اللي بغيتو. وفيهم هادو في الالوان بحال هكا، كاينين هادو كاينين حتى هادو زوينين بحال هكا. زوينه. وهنا كاينين نتوما كاينين هادو بحال هكا، المحل ما شاء الله عامر بالناس. شنو هادو؟ هاد اللي كيتسدو هكاك اللور بحال هذا البنات، عنده الصمتة هنايا الصمتة وكيتسد هكا اللور، عنده هنا الترطاقة. وما هادو
فيهم الالوان، هما الالوان ديالهم، فيهم بيج، فيهم المهم جميع الالوان. فين درتي ميكا؟ فينين هادو؟ فنين خفافين فيهم الالوان. فينين هادوك؟ مزوقين. كاين هادو اللي خارجين دابا مفتوحين الالوان. غنوريكم بالضبط فين. انا تقريبا هاد الالوان شويه اللي مغلوقين كاملين راهم عندي، غير بحال هكا بحال هكا اللي ما عنديش بحال هكا، اما الزرق هذا. المهم تقريبا كل شيء عندي هاد الالوان. واو ما دوك العلاقات، ولكن ما كيبيعوهمش العلاقات اللي كتسولوني ملي كتشوفوني تشوفوهم عندي. جيبوهم جيبوهم باش تبيعوهم. والله الله عيطت فيهم، قلت له زعما جيبوهم باش ملي يبغيهم شي حد انا نوريكم بلاصه تكون معروفه. انتما يلا خرجت من المحل هنايا، غادي نقلب معكم الكاميرا تشوفوا بالضبط فين. هنا غادي نخرج نيشان، كاين باب الرحمه راغي على حساب البنات اللي كيدخلوا معايا جداد ما كيعرفوش بالضبط المحل فين. انتما باب الرحمه هنايا، السوق ولاد ميمون ناظور، الطريق اللي كيطلع من الشبيبه هو هذا، ودخلوا هنا على اليسار. هنا معروفين كيتباع هذا الشيء هذا. يلا دخلت ولاد ميمون. سيري سيري. كل شيء موجود ما شاء الله في السوق، ولكن خاوي الناس قلال. بعدا باغي يبقاو يسدو بكري عاوتاني. نتوما لاله ياسمين، نتوما السوق ولاد ميمون. أفين خليت ولاد ميمون هنايا؟ كاينين هادو زوينين مع الكساوي، خصوصا هاد اللون كيمشي مع كل شيء. فيه هاد الفورمة بحال هكا، وفيه هادي حتى هي فنة زوينة. فين هذاك اللي وريتيني قبل؟ هذاك الابيض، الابيض النقري. يا هادي كاينين هادو حتى هما 50 درهم. انتم الالوان اللي فيهم كاينه هادي في الكحل، انتم الالوان زوينين مع الكسوة مع السروال مع كل شيء زوينين خفافين. شوفوا لي الالوان اللي فيها فنين. بلاتي ياسمين كاينين هادو، انتما كاين موجود هنايا. كاين موف اللي خارج هاد العام زوين، كاين بحال هكا. هادو انا كيعجبوني نلبسهم في الدار البنات مع الوقف بزاف فنين. عندي في هادو، عندي بحال هادو كنت شريتهم في رمضان. كاينين هادو بحال هكا، النساء كيكونوا شويه كبار مشبكين خفافين. هادو الشربين هما زوينين. كاين المحل هنا قريب العطار اللي كاين في شارع ولاد ميمون الفوق. دخلت في واحد المحل البنات امتى ما دخلت فيه، شوفوا لي الكساوي شعر زوينين ديال البنات 50 درهم فنين. شوف ياسمين شنو هزات، داك زوينه صغيره فيها واحد، فيها واحد ديال الخلق. شوفوا البنات كي دايره، عندها صمتي هكا من الفوق بحال هكا وطويله 50 درهم. والله الا فنه. هادو ديال سبنيول
لو كان غير شي بلاصه فين غنحط التليفون. واخا ما كيبانش حيت ضارب فيه الضو، عندي كي ندير 50 درهم فيهم الكبار والصغار. منين شوفوا لي هذه فنة البنات، هكا عندها السماطي وباردة. حيد حيد ياسمين راه كضرب لي الكاميرا. كاينين هادو دايرين بحال قميجة وهي كسوة، كلشي هادشي 50 درهم البنات. شوفوا الله يلا هذا من بعد ما داز العيد. واش شتها شتها فنين. المهم هانتوما هاد العرام كامل 50 درهم. اي حاجه تبان لكم هنايا ب 50 درهم، حويجات فنين. زوينه والله الا فنين. كاينين هنا كيبانوا لي غير الحوايج ديال البنات. شي مرات كيقولوا لي كتصوري غير الحوايج ديال البنات وديال الدراري. والله الا هادشي اللي بان لي هنايا كلشي زوين، كلشي زوين والله الا فنين زوينه. كاينين هنا واقيلا ديال الدراري مخلط، كاين ديال الدراري كاينين ديال البنات. هادو تي شورت انتم هنا 40 درهم. هنا في هاد الطبله 40 درهم. ما حال فيه حويجات اش غديري بهاديك. والله الا كاينين حويجات فنين 40 درهم 50 درهم زوينين. والله الا عندهم الحوايج عندهم حتى تما ديال 20 درهم فنين. الحويجات زوينين، السوق غير كيوصل العشيه صافي كيبدا كيعمر. سلام حبابي، يلاه دخلت للدار. اش غنقول لكم اليوم؟ يوم العالمي للحرب. عرفتوا اول مره كنشوف الناظور ما شفتو بحال هكا، بحال اليوم في رمضان ما شفتو في العيد. كارثه العظمى، كلشي كيتسابق مع داك التسعود، كلشي كيسد، كلشي كيجمع. راه قبل دابا هادشي غير مع 7 ونص مع 8 كلشي ما شاء الله. اش غنقول لكم؟ وكثروا اليوم الحوادث والطريق عامر. وجيت اختكم جات على رجليت. جيت على رجلي من الناظور حتى لهنايا، ما كاينش طوبيس ما كاينش طاكسي، كلشي عامر، كلشي بلوكي، كلشي اصلا ما تقدروش حتى تدخلوا المحطه مع الناس مع الصهد، كلشي كيخرج برا. ومع داك الساعه صافي شدات الوقت، كتعرفوا الساعه راه تقريبا المغرب كيودن مع التسعود. ايوا البنات اللي كيعرفوا فين ساكنه راهم عارفين على طريق زغنغان قرب داك المحطه ديال القطار شويه الفوق. ايوا ضربت من سميتو من الناظور صراحه، كان عندي تما شي شغل وصافي ما انا كاع ما نهود. الله العظيم الطوبيس شتو راه قبل ما نهبط تقريبا ساعه وانا كنستنى في الطوبيس تاكسي. واخا كاين تاكسي فملي هبط كاين تاكسي موجود، ما بغيناش نشدو الطاكسي كيجي شويه صعيب 8 دراهم. دابا كيقلبوا على الطاكسي بكرون تاكسي، لا ايو كرون تاكسي ب 10 دراهم ما كاينش هاد العشيه حيت كيه صغير ثلاثه مستحيل تلقى الاخر. والله الا الناس وقعت فيهم الكارثه اليوم، كلشي واقفين كيستناو الطوبيس كيستناو الطاكسيات وكيضربوا الطريق. اللي عندهم الله يحسن العوان الناس الكبار واللي عندهم دراري صغار، اما اللي قادر اللي عنده صحته غادي يقاوم شويه. ايوا هادشي اللي كاين، نطلبوا الله ان يهز علينا هاد الوباء ان شاء الله، نوليو كما كنا في الاول. اما الا بقات هاد الحاله حتى حنا ما كنحترموش الصراحه، ما كاين لا كمامه لا حتى حاجه. قليل فين كتلقى الناس دايرين الكمامه، قليل قليل 30% قليل الناس بحال هكا اللي خايفين. نتمنى ان شاء الله الناس يتوقدوا شويه مع روسهم، والله العظيم نديروا يد في يد. المهم تكون بعد 70% بعد بنادم يحترم، نديروا الكمامه. هذا الشيء راه من مصلحتنا.
ايوا هادشي اللي كاين. البنات اللي كيقولوا لي واش لقحتي، مازال ما لقحت، انا في الاول ما كنستنى زعما يصيفطوا لي، ما صيفطوش. صافي دابا دازت الوقت، انا رسلت ليهم مازال ما ردوا عليا، وقالوا لي دابا خصك غير تمشي تستني نوبتك وتمشي تلقحي فوقاش ما. ولكن راه كلشي دابا كما كتعرفوا ما كيسافر حد، وداكشي ما كيعطيوهمش الورقه الا ولا عندهم ورقه ديال داك لاكارت ديال التلقيح، ولا كلشي بغى يلقح بالزربه اللي وصلاتو اللي ما وصلاتوش. ايوا نطلبوا الله السلامه. هادشي اللي كاين، كنشكركم المره الثانيه، شكرا حبابي وناسي. اش غنقول لكم عائلتي الثانيه، وقفتوا معايا والله العظيم، سمحوا لي والله كلشي بكيتكم. واش غنقول لكم، مازال ان شاء الله غير بغيت نستريح شويه، ما بغيتش حيت تزيرت بزاف البارح ملي حطيت لكم داك الفيديو. قسما بالله الا بكيت داك العشيه ملي حطيت الفيديو تشبعت، كنوقف الفيديو ربع ساعه 10 دقائق نمشي نبكي ونزعم نبرد شويه ونرجع. ما قلت حتى كملتو، ملي كنتو كتكتبوا لي عاود في التعاليق، اي تعاليق كنقراه كنبكي معاه. ايوا هذه هي الدنيا ملي كتجي هاد سبحان الله. المهم ما كاينش شي حاجه تقول لي واش انت توقعي غير تبكي دائما. اي والله يدير لي فيه الخير وصافي. غادي نحاول اي نهار ان شاء الله نقدر نكمل لكم بعد الفيديو. راه شتو قلت لكم راه كاين الجزء الثاني، ونكمل لكم نكون ان شاء الله خفيفه وظريفه على قلوبكم. تبارطاجيو الفيديو، ديروا لي لايك، وما تحرمونيش من داك التعليق ديالكم اللي كيوصلوني حلوين. واش غنقول لكم، تستاهلوا كل الخير. شعل ما شكرتكم ما غاديش نوفي داكشي اللي في قلبي بغيت نقول لكم. صافي هادشي اللي كاين حبابي. بالنسبه ل ما نعرف شنو كنت باغا نقول، شي حاجه في التعليق نسيت والله الا نسيت، نسات ليا. كنت باغا زعما نجاوب عليها هنايا في الفيديو، راه ماشي ما جاوبتش صحاب ليكم ما شتهم شي واحد كيطيح كيعطيني سميتو كيعطيني باللي وصلني شي تعليق كندخل نقراه. والله الله يفرحكم، الله يرزق كل واحد اي حاجه كيتمناها، الصحه والسلامه والرزاق واي حاجه، ذريه صالحه اللي ما عندوش ذريه صالحه الله يرزقهم ذريه صالحه وصوره كامله يا ربي. صافي هادشي اللي كاين، ساليت واقيلا ياك. المهم فوقاش ما لقيت الوقت غادي ندير الكماله ديال الفيديو ان شاء الله، مازال غندير عاد، مازال كاين بزاف سلسله طويله. ندير لكم مسلسل خلود ومنتصر مازال هذيك جايه من بعد. ايوا هادشي اللي كاين، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. دابا بقى غير هاد الشهر ان شاء الله، وانتم قدو يكونوا كيتحطوا فيديوهات نهار على نهار. غيسمحوا لي دابا من غادي نبقى يمكن هكا في هاد الشهر نحط نهار واه نهار لا، ما كرهتش ندير جوج في النهار، ولكن الظروف والوقت والصهد راكم عارفين، والمورال طايح تحت تحت الصفر والله العظيم. ايوا هادشي اللي كاين، ان شاء الله نولي كما كنا، كل واحد ان شاء الله يوصل للمكان ديالو اي فين غادي، يوصل الله بالسلامه. اللي جاي الله يجيبو على خير، اللي غادي الله يديه على خير. السلام عليكم حبابي، كنموت عليكم وكنبغيكم. يلا.